شباب هنبدأ مع بعض نتعرف على أول حاجة نتعرف عليها تفاصيل الورقة. الورقة دي بتتكون من إيه؟ إيه البيانات اللي عليها؟ وكل بيانات بتمثل إيه وبتدل على إيه والحاجات دي كلها. فإحنا عندنا هنا ورقة يعني اسمها موكي موكي، شبه حتة المارشميلو كده. الورقة دي يعني إيه؟ في الورقة بيبقى فيها ست تفاصيل مكتوبة على الورقة. أول تفصيلة اسم الورقة اللي هو الكارد نيم، بيبقى مكتوب فوق كده زي ما أنت شايف، رقم واحد. رقم اتنين ده اللي هو الاتريبيوت. يعني ايه بقى الاتريبيوت؟ الاتريبيوت ده بيبقى اللي هي ايه؟ صفة الورقة، يعني الورقة صفتها ايه؟ تمام؟ الصفة بتاعتها ايه؟ تمام؟ فصفة الورقة هنا زي ما هو واضح هنا ان هي ورقة لايت، ورقة ضوء، صفتها ضوء، ورقة لايت. ممكن يكون في ورق فاير، نار، ممكن يكون في ورق دارك، ممكن يكون في ورق ايرث، فووتر، فطبعا ده الصفة بتاعه الورق. طب ده يا باشا بيفيدنا في ايه؟ ده بيفيدنا ان انت مع التوليفات بقى ومع الورق بقى ومع المجاميع بقى ورق السحر والتراب بيبقى تاثيره. يقول لك مثلا لازم تكون الورقه دي لايت، لازم تكون الورقه دي فاير، لازم تكون الورقه دي ايرث. فانت تبقى عارف بقى ان الورقه دي عشان تشتغل عايزه ورقه فاير، فانت لازم انت عارف الورقه دي فاير. فلو ورقه مش فاير مش هتشتغل. فهو الورق كله مربوط ببعضه بقى، الورق مربوط ببعضه. هو عايز يشتغل حاجه مثلا فاير، لازم انت متاكد ان الورقه دي فاير مش حاجه تانيه، تمام؟ فده بيفرق. معلش. الحاجه الثالثه هنا بقى الليفل اللي هو رقم 3. هنا تلاقي نجمه كده موجوده، ده اللي هو رقم 3، ده الليفل بتاع الورقه. الورقه دي ليفل كام؟ الورقه دي ليفل واحد عشان هي نجمه، تبقى ليفل واحد. طب لو نجمتين، ها حذر فذر، يبقى ليفل 2، برافو عليك. لو ليفل 3 يبقى ليفل 3، وهكذا يعني. رقم 4 اللي هو الكارد افكت. يعني ايه الكارد افكت؟ بتلاقي دايما كده في الخانه اللي هي المستطيل، والمستطيل اللي تحت دوت، ده بيبقى مكتوب فيه معلومات عن الورقه. يعني لو هي ورقه عاديه ملهاش اي لازمه بيكون كاتب فيها اي كلام، اي هري. لو ورقه فيها تفاصيل مهمه، انها بتعمل افكت معين، بتعمل تاثير معين، بيتمس العقل بطريقه معينه، بيكون كل التفاصيل دي مكتوبه في المستطيل دوت اللي هو رقم 4. عندك بقى هنا 5 اللي هو في كلمه كده بين قوسين صغيره كده، ده اللي هو التايب. ايه بقى التايب؟ التايب ده اللي هو نوع الورقه. كل ورق بيبقى ليه نوع، يعني في ورق بيبقى نوعه مثلا فند، ورق بيبقى نوعه ووريا محارب، ورق نوعه بيست، وينجد بيست، فيش، حاجات كده بقى انواع الايه الورق. طب بتقول يا باشا ده بيفيد في ايه؟ زي برضو الاتريبيوت، بيفيد برضو في انواع الورق السحر والفخاخ والكلام ده كله. لما بيقعد يقول لك يا باشا الورق دي عشان تشتغل لازم ورق فيش، سمك، اسماك، ورق سبيل كاستر، ورق مش عارف ايه، فانت تبقى عارف ان الورقه دي هي اللي تنفع مع الورقه دي. تمام؟ فاهم حتى الان؟ انت فاهم ولا ايه؟ انت فاهم كويس ولا ايه؟ فاهم كويس. رقم 6 ده بقى الاتاك بوينت والديفنس بوينت. يعني رقم 6 بيبقى مكتوب تحت كده ارقام، دي رقم الهجوم بتاع الوحش والدفاع بتاع الوحش. الاتاك اللي هو الهجوم، الديفنس اللي هو الدفاع. كل وحش بيبقى ليه هجوم وبيبقى ليه دفاع. واخيرا بيبقى فيه بقى لون الورقه. لون الورقه ده بيمثل برضو هويتها. يعني الورقه اللي بيبقى لونها اللون ده ايه؟ بيج ده ولا ايه؟ مش عارف، تقريبا لون الكافيه كده، لون الكافيه، لون كافيه كده. اللون ده اللي بيمثل برضو الورقه. لما تكون ورقه باللون اللي انت شايفه ده، دي بتبقى ورقه نورمال، يعني ورقه عاديه خالص، ملهاش تأثير، ماهيش ورقة ريتوال، ماهيش ورقة سينكرو، ماهيش اكسيز، ماهيش اسمها ايه دي اللي هي ما علينا. هي ورقة نورمال، ورقة عادية. في كل لون بيكون بيمثل هوية الايه الورقة دي، هل هي سحر؟ هل هي فخ؟ كل ورقة بلون معين بيمثل نوعية هذه الورقة. هقول لكم برضو ألوان الورق عشان برضو تبقوا عارفين الورق الأحمر بيبقى ده ورق الفخ اللي هو الورق التراب. الورق الازرق ده اللي هو بيبقى ورق السبيل اللي هو التعويذه. يعني الورق اللي هو لونه اللي انتم زي شايفين اللي هو الموكي موكي ده، ده الورق بيبقى ده الورق النورمال، هي الوحوش النورمال. في عندك بقى الورق اللي هو مثلا الاورنج اللي هو بيبقى اورنج كده شويه، ده اللي هو الورق اللي فيه تاثير، وحوش تاثير. ورق الفخ بيبقى لونه احمر. حلو الكلام. ايه ورق الفخ ده؟ ده بيتلعب كده وبعدين ايه، يعني ما ينفعش تلعبه وبعدين تقوم مشغله في نفس الدور. لا، ما انت تلعبه وتشغله ازاي؟ يعني انت ده بتلعبه ويا دوبك يعني على الاقل، على الاقل لازم يشتغل الايه الدور الجاي اللي هو في دور خصمك او بعد دور خصمك في دورك، بس لازم يعدي عليه دور. المهم يعني انت لازم تلعبه، ما يشتغلش اول ما تلعبه، تلعبه يشتغل الدور اللي بعديه. تمام كده؟ ده الورق الفخ، تشغله في دور خصمك او في دورك الجاي، ده ورق الفخ. في عندك ورق سبيل. ورق السبيل ده اللي هو ورق التعويذه او ورق السحر. ورق السبيل ده بيبقى لونه ايه؟ لبني او اخضر زي ما انت شايف كده اللون، كان فاهم هو لبني ولا اخضر ولا فيروزي ده ولا كهرمان ولا لون ايه، ما تفهمش يعني.
المهم ده اللون ايه، ده ورق السبيل. ورق السبيل ده برضو اول ما ترميه كده بيشتغل على طول، وطبعا على حسب نوعه ايه، لان الموضوع برضو ليله كبيره قوي يا عم جمال. تمام، الواحد مش عارف يبقى ماشي. عندك يا باشا الوحوش، الوحوش بقى برضو زي ما احنا قلنا، في ورق نورمال اللي هو زي ما انت شايف كده، الورقه اللي لونها بيج دي، دي ورقه نورمال، وحش نورمال يعني. عندك بقى الورقه اللي تكون فيها اورنج كده، او متفهمش ايه اللون، لونها بني كده شويه، دي ده وحش برضو، بس وحش ايه، تاثير، اسمه وحش تاثير. يعني ايه؟ يعني ليه تاثير، مش يتلعب وبس، او مش تهجم بيه بس، ده ليه كمان ليه تاثير رخم، بيعمل حاجه. تمام كده، تمام. في عندك وحش هنا كمان، شوف لونه عامل ازاي، شفت لونه، اللون ده وحش اسمه ريتوال، وحش طقس. تمام كده، ده وحش الطقس، ده بيتم استدعائه بطريقه معينه. طبعا الاستدعاءات دي ليله كبيره قوي لسه هنتكلم فيها بعدين. شفت الورقه دي بقى يا باشا، لونين في بعض، شوف لون في لون، تحس ان هي من فوق كده اورنج او بني، اورنج كده، ومن تحت ايه، ازرق اهو. ده لونين في ده، الورق البندلوم، الورق البندلوم ده نوع برضه من الاوراق اسمه وحوش البندلوم، بيبقى ده لونها لونين في بعض كده. الصلاه على النبي. الورق الاسود ده يا باشا، ده وحش اسمه اكسيز، اللي هو الاكس واي زد، ده بيتم استدعائه برضه بطريقه معينه. حلو الكلام. وعندك الورق الابيض، الورق الابيض ده برضه وحوش برضه، بس بيتم استدعائها برضه بطريقه معينه، دي اسمها وحوش سينكرو. حلو الكلام. وفي عندك برضه وحوش لونها بقى ده موف بقى، التاني ده ما كانش موف، التاني ده كان ازرق، ما علينا، دوك ازرق، دوك ده موف، ده باشا فيوجن بقى، وحوش الفيوجن اللي هي وحوش الدمج. طبعا دي كل دي الوحوش دي بيتم استدعائها بطرق مختلفه، يعني مش كلهم بتقدر تلعبهم كده، مش كل الوحوش دي ينفع تلعبها كده، كل ورقه من دي لها طريقه معينه لاستدعائها، وده اللي احنا برضه هنتكلم عنه النهارده، ازاي ان احنا نستدعي كل الوحوش دي، وانواع الاستدعاءات ايه، وازاي نستدعي كل انواع الوحوش دي مع بعض. بص بقى يا سيدي، ركز معايا. لو انت دلوقتي دخلت على اللي هو الانفنتوري، الكارد انفنتوري اللي هو مخزون الاوراق اللي عندك، يعني بيطلع لك بقى ايه، الديتيلز فلتر. الديتيلد فلتر دوت يا باشا بيخليك تفلتر ورق عشان يسهل عليك ازاي تبحث عن الحاجه اللي انت عايزها. تمام كده، تمام. بص يا سيدي، الكارد تايب ورق نورمال، زي ما انا قلت لكم ان في ورق نورمال، وحوش نورمال، وحوش لونها بيج كده، دي الوحوش النورمال، زي اللي هو التيكي ميكي ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه. وعندك يا سيدي افكت، الافكت اللي هي الوحوش اللي احنا قلنا عليها، وحوش لونها اورنج، الورقه شكلها اورنج. وفي عندك الريتوال اللي هي الوحوش الريتوال، وحوش الطقس اللي هي بيبقى لونها ايه، تقريبا يعني ايه، ازرق، دي الوحوش اللي هي الريتوال. وعندك الفيوجن، الدمج، الدمج دي اللي هي الوحوش اللي هي لونها ايه، موف، زي اللي انت شايفها دي كده. وبرضه في عندك وحوش سينكرو اللي هي لونها ابيض، والاكسيز اللي هي لونها اسود، والبندلوم بيبقى لونها اورنج في ازرق، او بيج في ازرق، بتبقى لها لونين كده. وعندك بقى الاتريبيوت اللي احنا قلنا عليه، اللي هي صفه الوحش ايه، اللي هو اللايت، ووتر، ايرث، دارك، فاير، وايند. عندك بقى النوع، التايب، نوع الوحوش، الوحوش لها انواع برضه بتكون مكتوبه، يعني هنا حتى مكتوب هنا الورقه اللي هي اللي احنا دايسين عليها دي، اللي هي التنين اللي احنا فاتحينه ده، هنا برضه مكتوب عليها، وتحت مكتوب عليها ايه، دراجون، اللي هو نوعه دراجون. و و و وعباره عن ايه، يعني ده وحش ايه، فيوجن، دمج. وكمان افكت، عندك بقى كمان هنا خانه التايب، هنا بيقول لك بقى دراجون في ورق من نوع تنين يعني، او فند، او زومبي، او روك، او فيش، او حشره. عندك بقى هنا بقى الليفل بتاع الورقه، الورقه ده انت عايزه ليفل كام، عايز تبحث عن ورق ليفل كام، عندك من 1 لحد 12 ليفلات، اللي هي النجوم اللي احنا قلنا عليها. والبندلوم سكول دي بقى اضافه جديده علشان استدعاء الورق البندلوم. طبعا هنا بقى برضو بيحاول هو يعني يبسط لك الدنيا ويسهلها عليك شويه، بيقول لك هنا عامل خانه اسمها كارد افكت. انت دلوقتي عندك يعني 6000 7000 ورقه، انت لما تقعد تدور على ورقه هتتعب، جامد قوي، خصوصا لو انت ما انتش عارف اسمها. فهو هنا بيحاول ايه، يبسط لك الدنيا شويه، بيقول لك ان الورق الافكت اللي هو الورق الاورنج اللي احنا قلنا عليه، الورق الافكت دوت كل ورقه بقى بيبقى لها افكت بقى، بتعمل حاجه، حوارات بقى ليله كبيره بقى، فالله اكبر. هو هنا بقى سهلها عليك، قال لك انا، انت باشا عايز تدور على ورق تاثير، عايز تدور على ورق تاثير، عايزه بيعمل ايه، عندنا يا باشا ورق بيزود انكريز ذا لايف بوينت، بيزود اللايف بوينت، تحب اطلعه لك؟ بيسالك، تحب اوري لك الورق اللي بيخليك تعمل دروينج، تسحب ورق، وحوش لها تاثير تخليك تسحب ورق، او وحوش لها تاثير تخليك تعمل افكت دامج، تعمل دامج افكت، ورق بيبقى توكن، في ورق تون اللي هو رسوم متحركه، في ورق تونر اللي هو التوليفه، إيه، الاوراق كتير زي ما انت شايف كده اهو، ورق ريليتد، متعلق، ورق متعلق بالاكسيز، ورق متعلق بالسينكرو، عايز ورق نورمال متعلق بالنورمال، زي ما انت عايز. ده اللي هو الايه، الكارد افكت. انا ساعات انا مثلا عايز بدور على ورق
يخليني ازود نقطي. اقوم انا داخل اختار الانكريز ذا لايف بوينت، فاقول له يعني فلتر، فيطلع لي الوحوش الافكت اللي بتزود اللايف بوينت. هنا بقى الراريتي اللي هو ندره الاوراق، عايزني اجيب لك اعرض لك عايز نعرض لك الورق النورمال اللي هو العادي، ولا الورق الرير اللي هو النادر، ولا السوبر رير النادر زحليقه، ولا النادر مفتكه اللي هو ايه الالترا رير، بيعرضه لك طبعا الايه بتختار برضه تقول له فلتر. هنا بقى الفوربيدن وليميت، طبعا الورق مع المجاميع مثلا يعملوا مجموعه، فالمجموعه دي تبقى جامده مفتكه ويخربوا بها الدنيا، يقول لك لا ده كده مش هينفع، ده احنا كده احنا لازم ايه، احنا لازم المجموعه دي يعني ايه نحاول نقيد شويه، إيه الناس بتكسب بيها على طول ودي مشكله، لازم الورقه دي يبقى فيها نقطه ضعف، فيكسروا عينها المجموعه دي. يكسروا عينها ازاي؟ يعملوا ايه ليميت للورق، يقول لك الورقه دي ما تحطش منها ثلاثه، الورقه تحط منها اثنين بس، الورقه دي تحط منها واحده، الورقه دي ما تحطش منها خالص عشان ما يبقاش اوفر باور. فطبعا ده الفوربيدن والليميت، الورق الليميت. هنا بقى الجلوسي والبريزماتيك، ده ملوش اي 90 لازمه، ان ورق بيلمع بس، ورق بيلمع كده، ده شغل عيال.